اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جنيف يوم أمس مع معالي السيد عبد الله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته 52. وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف الصديقة، والتي ترتكز على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، واستعراض سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى مستويات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.